دكتور، بداية يعني ظاهرة انتشار الرشوة في مجتمعنا وفي الكثير من المجتمعات اللي ممكن تؤدي إلى تراجع عمل كثير من المؤسسات في البلدان طبعا. اليوم نتحدث عن أسباب كثرة وازدياد ظاهرة الرشوة. اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله ظاهرة الرشوة من المسائل هي اللي تخل بأمور الشعوب بصورة عامة وتدخل بالأخلاقيات بصورة خاصة، لأنه دائما البلدان والشعوب اللي ماشيين وفق ضوابط وقوانين يبتعدون عن مجالات الرشوة. أما إذا دخلت للمؤسسات فمعناها أكو ثغرات وأكو أيدي للفساد بهذا الأمر. يعني الفساد من يكون بعموم المؤسسات، يبلش الفرد من طريق الخصوصية أنه يستغل هذه الثغرات، وهذه الثغرات إذا ما سدت يعني وما حاسب عليها القانون فأكيد تسبب إلى كوارث مستقبلية. نعم دكتور، يعني ذكرت نقطة مهمة جدا اللي ممكن تتسبب هذه الظاهرة، يعني أساسا وجود فساد ممكن يسبب ازديادها وانتشارها أكثر. طيب، الجهات الحكومية دا تحاول بقدر الإمكان الحد من هذه الظاهرة، لكن أكو مشكلة أكبر، هي أصبحت ثقافة في المجتمع. تقريبا الكثير من الناس يتعاملون مع الرشوة وكأنها أمر طبيعي مندرج حالها حال الروتين. ست سارة، إذا احنا تكلمنا بدون قيود راح نضع يعني راح نركز على المشكلة، وإذا تكلمنا بقيود ما راح نوصل إلى نتيجة يعني أمام السامعين طبعا والمشاهدين. نعم. فأني أفضل أنه الشخص إذا تكلم يتكلم بأمانة وبدون قيود. احنا المشكلة وين؟ احنا المشكلة قمنا ناخذ يعني هاي السنين الأخيرة صار عندنا انطباع أنه بعض بلدان الغرب ماشيين صحيح، وهي صورة جدا خاطئة. ليش؟ لأنه أغلبهم هم بلدان رأسمالية. نعم. والبلدان الرأسمالية تجارها يمشوها كما شاءوا، تمام؟ نعم. إحنا بلداننا كوطن عربي وكمسلمين بالذات يعني المفروض إحنا نبتعد عن كل هذه الثغرات. ليش؟ لأن إحنا إذا طبقنا أبسط شيء شريعتنا اقتصادنا راح يزدهر، وإذا طبقنا شريعتنا ما راح يصير بوق وحرام، وإذا طبقنا شريعتنا ما راح تصير رشوة. يعني أنا هسه إذا أتكلم من جانب القانون العراقي، فالقانون ودستورنا إحنا موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، طيب ليش دا يصير هذا الأمر؟ نعم، هذا السؤال إليك دكتور. يعني ما حكم الدين والقانون، خصوصا نحن بلد يعني يحتوي الكثير من الأديان، اللي طبعا هي جميع الأديان تمنع مثل هذه الظواهر وتحاربها كذلك، لكن اليوم نشوف ربما يعني الكثير من الناس الملتزمين دينيا يعني لا يوجد التزام بالقانون، والقانون هو يؤيد الكثير من النقاط في الدين موجودة، فكيف نفسر ذلك اليوم؟ سيدتي العزيزة، إذا إجينا للقانون راح نلقي سنة 69 قرر القانون اللي هو 111 من المادة 91 إلى المادة 99 كليتها تتكلم عن الرشوة، تمام؟ نعم. راح أبديلك بأول مادة تبدأ بالرشوة، يقول إذا تقدمت هدية لموظف في سين من الدوائر العامة، هنا الحكم يصل لثلاث سنين. نعم. أما بالرشوة المقصودة فيصل الحكم إلى 7 سنين. يعني إحنا ذات كل وزارة لزم موظف موظفين 2 3، تمام؟ ما يشكلون، تدرين يعني على كادر الوزارة فد شيء من يعني فد خلل، خلينا نقول بالهيكلية. لكن ذولا من يحاسبون؟ الكل هنا راح تلتزم بضوابطها وتلتزم بأخلاقياتها. ليش؟ لأنه من أمن العقاب أساء الأدب. نعم. تمام؟ نعم. فاحنا لو طبقت هذه الامور لكان احنا في غير، احنا صح بلد اسلامي وبلد ديانات وجميع الديانات والشرائع تمحي هيك صفات سيئه. نعم. لكن النفس البشريه شلون تلزميها اذا ما اكو قانون وضعي يعني يزجرها بنفس الوقت اللي اخطات فيه. تمام؟ نعم. فاما القانون السماوي وديننا وشريعتنا لا، يعني لعن الله الراشي والمرتشي، مو نعم. صحيح؟ نعم. هذا نص حديث نبوي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طيب هنا اللعنة فشيء جدا كبير. طيب وأعدت الرشوة من الكبائر، هاي باب ثاني. زين،
وحتى اللي يوصل بين الراشي والمرتشي ملعون بحديث آخر. نعم. وهذه كلها أسباب هي تمقت هذه الصفة السيئة. أما بهذا يومنا قبل لا تسأليني فالسؤال معين راح تقول لي طيب أكو ناس ملتزمين ويعطون الرشوة، ايش راح اجاوبك؟ فعلا يعني هذا كان سؤال لك، في ناس تتحدث بالدين بشكل عميق جدا وملتزمين دينيا جدا لكن يتعاملون مع الرشوة على انها امر طبيعي. طبعا بعض الناس اصلا يروح ينطي رشوة، زين مو بالضرورة انه بس القصد ليش؟ لانه صار ديدن الناس هكذا، واذا ما نفذت معاملته هو لابد من دفع شيء معين. يعني احنا صايرين هسه اذا لقينا، اذا تفوتين بدائرة معينة نعم وتشوفين انه تلقاك موظف ومشى وياك اجرى لك المعامله على اتم الوجه، تطلعين برا كانه تريدين تنذرين نذر لله عز وجل انه انت بفرحه ومعجزه صايره. فعلا يعني فعلا الاجراءات الروتينيه المعقده ربما في بعض الدوائر تجعل الكثير من المواطنين اللي يسعون في مساله الرشوه وغيرها حتى في سبيل يخلصون من هذا الروتين، رغم هذا غير مبرر. مشكلة كبيرة طبعا. احنا كان في هذا الموضوع جدا مهم وعاشت ايدكم على هيك اختيار مواضيع. شكرا. بس كان المفروض نعم. انه يعني ابسط شيء يكون شخص محامي او من نقابة المحامين ترشحه نعم. ويحكي لك على معاناتهم بالوزارات وبالدوائر وبالمحاكم خصوصا، ويحكي لك على الرشاوي يعني فد امر حدث ولا حرج. نعم.